كأول طالبة سودانية في أبر آيو يونيفرسيتي، القرار خلاني أجي هنا من ماليزيا ما كان بس المنحة. طبعا المنحة ممتازة عشان المصاريف كانت نص السعر الأصلي، لكن أنا جيت هنا عشان عايزة أدرس، عايزة أتعلم، والكورسات اللي بدوني لها في الميجر بتاعي ممتازة جدا. أول حاجة أنا ممكن أدرس نفس الكورسات في ماليزيا لكن أتخرج بدري، ودي حاجة مهمة لأن نحن كشباب عايزين نتعلم وعايزين نتخرج بدري وعايزين نشتغل، والجامعة ادتني فرصة إنه أنا أتعلم وأتخرج بدري واستفيد في المدة اللي أنا قضيتها هنا. واحدة من الحاجات اللي كان ضروري إني أعرفها قبل ما أجي لأبر آيو يونيفرسيتي هو موضوع السكن. لحظي الحلو السكن تاع النساء مختلف جدا من سكن الرجال، معناها إنه النساء سكنوا في بناية والرجال سكنوا في بناية مختلفة. دي حاجة مهمة لأنه أنا ما كنت عايزة أضطر إنه أحس إنه أنا بعمل في حاجة غلط أو إنه أنا ما مرتاحة في البيئة اللي أنا حقعد فيها لمدة سنتين. جامعة أبر آيوا فيها جالية كبيرة، جالية لطلاب من كل أنحاء العالم، وأنا طبعا واحدة من السودانيين هنا في الجامعة. فالسنة الماضية لما عملوا الـ International Culture Night اللي هي كانت الليلة استضافوا فيها كل الطلاب من كل أنحاء العالم في الجامعة، وخلونا نتكلم عن بلداننا، عن قبائلنا، عن أهلنا، أكلنا، لبسنا، كل الحاجات اللي احنا بنحبها، الحاجات اللي بتربطنا لوطننا. وأنا طبعاً جيت جاهزة، جيت بثوب، جيت بأغراض من السودان، ووريتهم السودان معناه شنو. هم طبعاً معظمهم ما سمعوا بالسودان، فأنا وريتهم أنا جيت من وين وأهلي منو. ودي أهم حاجة هنا في الجامعة لأنه تديك فرصة إنك تحس إنك أنت من عالم تاني، لكن في نفس الوقت لك علاقة بالجامعة. بالمقارنة من كوالالمبور اللي هي مدينة كبيرة جدا ومليانة جنسيات وناس من كل أقطار العالم، فيك مدينة صغيرة لكن صغرها مفيد بالنسبة لي أنا أكيد طبعا، لأنه أنا بنت وجيت هنا لوحدي، لكن ما جيت خايفة لأنه المدينة آمنة، آمنة والناس فيها بحسوك كأنهم جزء من عائلتك، ودي أهم حاجة طبعاً لبنت زيي. الأمان ده ساعدني في دراستي لأنه حسيت أنه أنا مرتاحة نفسياً، فلما أمشي للكلاسز للحصص بتاعتي بحس براحة، بكون عارفة أنه أنا هتعلم شنو، ولما أرجع لغرفتي بكون مرتاحة نفسياً كمان لأنه عارفة أنه أنا في أمان وما في حاجة تخوفني أو تخليني أنه أحس أنه أنا في مكان غلط.